السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. معكم عائشة من قناة عائشة هاندباد. في هذا الفيديو هذا غنوريكم الطريقة كيفاش نحولوا المرمل للنصف الثاني. بعد المتتبعات طلبوا مني اني نوريهم كيفاش كنخدم النصف الثاني بعد ما كنخدم النصف الاول، كيفاش كندير المرمى على هاد يعني هاد الجانب هذا. ومن الاحسن الى عندكم المرمى كبيره كتاخذ لكم الرشيمه اللي رشمتوها وبديتوا تخدموها يعني بواحد الارتياحيه، يعني تخدموها بطريقه سهله انك تخدمي بلا ما تحولي المرمى. يمكن لكم تاخذوا مرمى كبيره. انا عندي مرمى هكايا، انا عندي باش كنخدم هكايا كنخدم النصف الاول، ومن بعد ذلك كنخدم النصف الثاني. وغادي نوريكم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا الطريقه كيفاش كنخدم النصف الثاني في هذا القليب هذا. نبداو على بركه الله. هنا كنحلوا المرمى ديالنا، هنايا خدمت لكم النصف ديال القلب هكا، وغادي ندوز للنصف الثاني. يعني كنخدم بطريقه عاديه، غير بالنسبه للمرمى الا بغيت نثبتها كنحاول نثبتها بالطريقه باش ما يفسدش ليا هذا النصف الاول اللي خدمت. انتوما كما كتشوفوا دائما كنحاول يعني هي بالخاطر كنحط المرمى فوق العقيق يعني باش ما يفسدش، كنخليه يعني كنحاول نثبتو غير بالقاعده. انتمايا بشويه بشويه حتى كنخدم النصف الثاني، نحاولوا نقدو التوب ديالنا باش يجي مجبد. انتمايا نحاول ندورها حيت جاتني فوق. صافي كنحاول نزير المرمى ديالي. ونحاول نجبد التوب ديالي في هاد من هاد الجهه اللي غادي نخدم، يعني ما كنجبدش من هنا باش ما يخسرش ليا العقيق والوريضات ديالي. كنحاول نجبد هنايا ونزير. هنايا كما كتشوفوا معايا ني دابا قديتها النصف الاول. ها نتوما كما كتشوفوا حطيت المرمى ديالي على العقيق يعني بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا معايا. ودابا غادي نبدا النصف الثاني. هنا غنحاول البلاصه فين غادي نخدم نجي على هاد، المهم هاد البلاصه هادي حتى لحد هنايا فين غادي نخدم، فين غادي ندير العقيق ديالي والوريضات. هنا غنجي فهاد الوسط هذا وغنبداو على بركه الله يعني الخدمه ديالنا. بالنسبه لهاد القليب هذا عندي هاد الوريضات اللي انا خدمتهم معكم بزاف ديال المرات وماشي مشكل. هنا غادي نعاود نخدمهم معكم. عندي هنا العقيق، عندي احمر هنا وابيض في هاد الوريضات هادو، وعندي في هاد الاحجام هادو يعني عينكم ميزانكم. كتخدموا هكا صغار ميانين كبار، المهم على حسب الورده كنخدموها بهاد الطريقه هادي. كندورو تنجيو حتى لهاد البلاصه هادي اللي كتشوفوا، وكان لويو هاك كان لويو هاك. هكايا وتنعاود نديرو هكا انتوما. هذا القلب ديال الورده
صافي كنكملوا على هذه الطريقه هذه حتى كنساليو الحجم ديالنا اللي بغينا. انا غادي نديرها كبيره شويه، واحد شويه فقط بالطريقه هذه صافي. وكنتبدا بالخيط، كنتبدا بالخيط صافي على الحجم هذا. نعاود نحاول شويه نكبرها باش تحسني القياس اللي بغيت. صافي انا كنقطع وكنكوي البريكا، نحاول نضربها على الشكل هذا صافي. كنتبتها هنايا بالخيط انا كنكويها باش ما تسربش. عندي هنا هذا اللون الاحمر اللون الابيض، يعني هنا كتخدموا الحجم اللي بغيتو. انا خدمت صغار وكبار شويه، يعني متوسطين. عندي العقيق كما قلت لكم، كما شفتوا معايا المرمى ديالي وريتكم كيفاش تتبتب كيفاش كتبتوها، يعني في النصف الثاني باش تخدموا. ودابا غادي نبدا الخدمه ديالي. انا غادي نخليكم مع الفيديو حتى الاخير. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو انكم تدعموني باللايكات والاشتراك وتبارطاجوه مع الاصدقاء ديالكم وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. وشكرا لكم بزاف على الاهتمام ديالكم القناة ديالي، كنشكركم بزاف. وإلا كانت شي حاجة هكايا نخدموها إن شاء الله نوريها لكم، الحاجة اللي ما عرفتوش ولا ما فهمتوش حطوها لي في الكومنتير ويمكن لي إن شاء الله نوريها لكم ولا نشاركها معكم. نخليكم مع الفيديو حتى الأخير ولا فيديو مقبل إن شاء الله، وفرجة ممتعة.